سام شادين، اهلا وسهلا بيكم. بتجدد لقائنا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم نور الحياه. النهارده مكملين مع حضراتكم مع الاستاذه الدكتوره المتميزه دكتوره منى عويس. وزي ما قلنا طبعا ان البرنامج مش بيكمل من غيرها. طبعا النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه الماضيه عن فاصل وواصل المشاكل الزوجيه ما بين الازواج. طبعا بيبقى في مشاكل في بدايه الجواز وبعد الجواز، فازاي هنقدر نتغلب على الحلول لهذه المشاكل؟ اتكلمنا المره اللي فاتت قلنا عن دور الزوجه، النهارده هنتكلم عن دور الزوج، ازاي يقدر ان هو بالتعاون مع الزوجه ان هو يتغلب على المشاكل الزوجيه. بس اسمحوا لي في البدايه برحب بضيفتي المنوراني ومشرفاني النهارده الاستاذه منى عويس، اخصائي ارشاد اسري وتكوين سلوك. نورتينا يا استاذه منى، وسعيده ان انا دايما بتجدد لقائي مع حضرتك من خلال برنامجنا. انا اسعد بيكي والله حبيبتي، وزي ما قلت والله من اجمل حلقاتي اللي بتكون مع حضرتك. الحمد لله، ربنا يبارك فيك يا ربنا. حبيبتي دكتور منى، دكتور منى حبيبتي، ربي يخليكك. طب دكتور هنستأذنك، هنطلع فاصل صغير ونكمل الحوار مع حضرتك. تمام. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل ومكملين الحوار مع الاستاذه الدكتوره منى عويس، ونورتينا يا دكتور منى، وسعيده ان انا دايما بتجدد لقائي معاك. لا انا سعيده، اسعد بي اسعد منك والله، يعني انا دايما معاكم وسعيده جدا، ربنا يبارك فيك انك دايما معاكي في البرنامج ان شاء الله. حبيبتي ربي يخليكي. احنا اتكلمنا قبل كده بقى يا دكتور عن فاصل ونواصل الحياه الزوجيه في البدايه وبعد الخلفه وبعد الاولاد، وطبعا الزوجه طبعا بيبقى فيها اهمال من نفسها واهمال في الزوج. والحلقه اللي فاتت حضرتك اديتي برضو ارشادات كامله جدا للزوجه ونصائح ان هي ازاي تتغلب على هذه المشاكل. النهارده بقى يا دكتور، انا عارفه طبعا ان انت حضرتك من منصفه الرجاله. انا يعني قبل الحلقه عماله اقول لك يا دكتور خلينا شويه برضو عشان الستات بيزعلوا مننا. انا مش عارفه بصراحه يعني اقول ايه. عايزين نعرف بقى دور الزوج يا دكتور بقى، ما هو يعني هو برضو كده هادي ما بيعملش مشاكل، الدنيا معاه تمام يعني يا دكتور، والست هي اللي دايما واقفه يعني. ولا احنا بنتكلم على يعني احنا بنتكلم على نمط معين من الزيجات. لكن الزيجات طبعا اللي فيها مشاكل كتيره او اللي هي متطرفه، احنا يعني دي يعني عايزه لها حلقات لوحدها. احنا بنتكلم على الزيجات اللي هي الايه الطبيعيه. احنا المره الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الفاصل ونواصل، وان احنا قبل الفصل بنعمل ايه وبعد الوصل بنعمل ايه، اتكلمنا ازاي. انا ببقى مع الزوجات بقول لهم دايما عفوا بقول لهم دايما انا عايزه رد فعل للي احنا بنعمله، يعني للفاصل اللي احنا بنعمله انا عايزه رد فعل ليكم. عفوا. فالمفروض ان انا لما بيجي لي رد الفعل من الزوج لازم اعرف رد الفعل ايه، لان رد الفعل دوت بيتبني عليه حاجات تانية وارشادات تانية خالص. فانا لما بيجي لي رد الفعل مش عارفه يعني مش لاقيه بصراحه انصاف، يعني عايزه ابقى منصفه فعلا، بس انا فعلا مش لاقيه فعلا انصاف، يعني الا ان لازم يبقى في حد معاها بصفه مستمره. تمام. يعني لما بيكون في مشكله تلاقي دايما في تليفونات بصفه مستمره، انا عملت كذا، انا قلت كذا، انا عملت يعني في موضوع مثلا انا قلت واحد اتنين لا اعملي كذا لا اعملي كذا، فاذا بصفه مستمره هي محتاجه حد معاها بصفه مستمره. يعني لازم الحكمه تكون موجوده قبل ما يبقى في عندنا ذكاء، وقبل ما يبقى في عندنا يعني ما انا هو انا وانا مش امراه، ما انا امراه وبيمر عليا المراحل ديت من المشاكل اللي بتجيلي. احنا يا جماعه بنقول يعني اعملوا الفصل اللي احنا اتعودنا عليه والفاصل اللي احنا اتعودنا عليه والمواضيع اللي احنا قلنا عليها بنعملها كما ينبغي. انما انا عشان اقول مثلا السيدات على عيني وعلى راسي بيبذلوا اقصى مجهود ليهم بصراحه، انا مش بنكر جهدهم ولا بنكر ان هم ما بيتعبوش، هم بيتعبوا بس تعبهم للاسف بيضيعوهم. يعني مثلا لو في مشكله مثلا الزوجه بس ما اسمع المشكله مثلا في اخر في نص الكلام كده، اصل انا زعقت، اصل انا قلت مثلا الفاظ، اصل انا قلت، يعني تلاقي في حته كده صغيره يعني خدلت الموضوع، راح ضيعت حقها خالص، ضيعت حقها. طب انت ليكي حق، لو ليكي حق اسكتي، واحنا حقك هيجي سواء بقى من مثلا من ولي امرك مثلا او من اي حد، تلاقي الموضوع بيجي، لكن ما تجيش في نص الكلام وتضيع اللي انت بتعمليه، وبعدين مطلوب ان احنا بقى ايه يعني نحل المشكله دي. تمام. المشاكل اللي بتحصل يعني اغلبيتها الزيجات اللي بتبقى في بيوت عيله. الزيجات دي بتبقى طبعا يعني مهدور حقها تماما. ما بين انها بتنزل مثلا لاهل الزوج، وده بيبقى اجبار ليها انها تنزل،
مشاكل كتيره جدا. لا قال لي لا ما تنزليش، لا انزلي، لا اطلعي، لا. هي من الاول احنا كنا قلنا الكلام ده كله ده من الاول. طب احنا دلوقتي في دلوقتي، انا مش في اللي حصل، خلاص اللي حصل حصل، احنا في دلوقتي. دلوقتي نعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه المطلوب مني علشان خاطر ان انا اعمل الموضوع ده؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان الزوجات هتعمل الفاصل وهنواصل. طب انا عايزه دلوقتي بقى، يعني انا لما عملت بقى يعني مواضيع على الـ على الـ على الازواج، طب يا جماعه ايه بقى ردود الفعل بتاعتهم؟ بصراحه انا لقيت مثلا 70% من الرجال الحمد لله يعني متاقلمين مع التغيير بتاعها. هم حاسين ان هي اتغيرت، حاسين ان هي في امل ان هي تتغير، في امل ان هي يعني في تجديد، هي حاسس بالتجديد، فهو بدا يتغير معاها. اذا في تغيير اهو الى قد ايه؟ مثلا 70% مثلا من الرجال. طب يعني دي نسبه اتكلم عليها ولا انكرها واتكلم على 30% الموجودين؟ 30% دول بيبقى ليهم يعني لكل قاعده شواذ اكيد طبعا. فانا مش هسيب ال 70% وهتكلم على الشواذ. الرجال والله يعني هم بيتعبوا كتير جدا، في منهم اللي بيشتغل مره يعني شغلانه واتنين، خصوصا ان احنا يعني حال البلد اليومين دول يعني مش متظبط خالص. في ناس قاعده من الشغل تماما، قاعدين في البيت. قاعده البيت دي طبعا يعني مرهقه جدا بالنسبه للسيدات وللرجال. الراجل نفسه لما بيقعد في البيت بتبقى مشكله كبيره جدا. بيتدخل في كل حاجه، عايز يعرف ده ايه وده ايه، المشاكل بتزيد. فالمشاكل بتزيد. فانا لا، بحكمه الزوجه لازم افهم ان في يعني وضع مؤقت لازم امشي عليه واتجنبه. تمام. يعني لما يسال يا ستي شوفي ايه اللي بيحصل في الموضوع، ايه نقطه الضعف اللي عنده، وابداي اشتغلي منها وابداي بيها. لو هو مثلا بيحب البيت نظيف خلي البيت نظيف. لو هو بيحب الولاد، لو شوفي ايه الجزء اللي هو بيحبه او بيساعده او بيخليه ان هو بيبقى مرتاح في البيت واعمليه. لكن ما ينفعش انا شايفه ان الجزء دوت يعني يعني بالنسبه له هو مهم جدا وانا عارفه ان هو مهم جدا وتلاشاه او اتجاهله تماما. وبعدين ارجع اشتكي تاني. ترجع الموضوع ايه من الاول، من الاول تاني. طب انا ليه؟ طيب ما هو لازم احنا نعمل يعني فكره واحده. طبعا انا مش بتكلم ان انا يعني ان الموضوع يبقى معايا انا. لا، ده كل مكان فيه مراكز للتعليم. انزلي وتعلمي، انزلي واسالي، انزلي وقولي، بلاش تنزلي، اسالي يا ستي على الـ على الـ على الموقع النت، وعلى الواتس، وعلى على جروبات كتيره جدا يعني معموله. يعني يا جماعه انا عايزه، محتاجه حد يبقى معايا علشان خاطر انا عندي مشكله. تمام. انا عندي موضوع، انا عندي وهكذا. لكن ما جيش ان انا يعني اعمل مشكله واعلي صوتي او اعمل مثلا موقف من لا موقف. او لما نقعد معاها انا بتكلم معاها في وسط الكلام. تمام. انا بلاقي الغلطات. والله انا بلاقيها والله غصب عني في وسط الكلام. طب يعني مش عارفه اقول لها غلطات من جهه الزوجه. يعني هي اللي بتغلط. يعني بلاقي برضه يا دكتور في برضه ازواج يعني بيبقى عندهم اسلوب استفزاز برضه، يعني هم هي من نفسها بقى كده يا دكتور يعني اتعصبت او هي وصلت للاستفزاز ده. طب ممكن يكون هو اللي وصلها يا دكتور. دي بقى حالات، دي حالات شاذه بقى. انا ما بتكلمش على انا بتكلم على الحالات اللي هي الزيجات اللي هي العاديه. طبعا الحالات دي ليها حلقات تانية خالص. انا مش بقول ان الراجل طبعا وديع وصافي والكلام ده. انا طبعا في رجال طبعا يعني ليهم مواويل تانية. بس الى حد ما يعني الرجل الشرقي عامه بيحب دايما الهدوء، مثلا الطاعه شويه، اشد شويه، ارخي شويه. ما هو الموضوع مش انا هبدا اقول حاضر 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 وبعدين اقول عايز اقول لا، مش عارف اقول لا. طب لما ابدا اقول لا لا لا، طب عايز اقول حاضر، مش عارف اقول حاضر. فهو الموضوع لازم يكون فيه يعني هات وخد، يعني مره كده ومره يعني كده وشويه. بعدين الموضوع دوت بيبدا منين؟ من الحياه الزوجيه نفسها. أتمنى. من بدايتها. من بدايتها ابداي بقى، ابداي اعرفي انت هتتعاملي ازاي مع الزوج ومع اهل الزوج. لازم يكون في ترتيب. هو الموضوع مش بستان فرح ومش قاعه ومش معازيم، ما بيخلص لحد ومش كده. يعني بقى اللي بعد ده يعني اول ما يتقفل الباب ايه اللي بعد ده؟ اتعلمي الحاجات دي، لان الحاجات دي مهمه جدا. عشان افتح بيت يعني برضو انا برضو بناشد برضو الاهل، برضو اهل البنت بالذات، ما نفتحش دراعاتنا للبنات. لان البنت لو فتحنا دراعاتنا مش هنخلص. هتلاقي في بيوت كتيره اتهدمت. هتلاقي في بيوت كتيره انا يعني نسبه الطلاق دلوقتي بقت عاليه جدا. عاليه جدا. ليه؟
بسبب الام، تعالي بيت باباكي وكل لقمه وامي ميه، ما بتحاولش ما بتحاولش تهدي الامور. هو الموضوع موضوع لقمه، تمام، هو الموضوع موضوع لقمه ولا في موضوع اطفال؟ في موضوع اطفال يعني الكلام ده هنتكلم فيه الحلقه الجايه ان شاء الله. لكن احنا دلوقتي في بيت وفي اولاد وفي حياه، هل انا اهد الكلام ده عشان خاطر لقمه؟ لا طبعا، هو الموضوع مش كده. لكن في الاهل بياخدوها بطريقه لا ده ما ينفعش يعمل معاك كده، ما ينفعش يقول لك كده، ما ينفعش يعمل معاك. وخصوصا الام بقى يعني الام لازم يكون لها دور. يعني لازم اكون مش مع بنتي ولا عليها، بس افهمها الصح، صح، او ابقى طرف محايد، مش عارفه اقولها، مش عارفه اقولها صح، او مش عايزه تتدخلي، او شايفه نفسك ان انت هتبقي محايده لبنتك. شوفي طرف تاني يدخل مع بنتك يقول لها الموضوع ايه. تمام. مره كده ومره كده. يعني مره مثلا اخد مثلا زوج بنتي مثلا وافهمه مثلا يا ابني انت المفروض تعمل 1 2 3، مش عيب ان انا اقول له كده، صح، اكيد المفروض ان انت تفكر في كذا، المفروض ان انت تقول لها كذا، المفروض ان انت تعمل كذا. ما هو ده انا بعتبره زي ابني، واللي هحبه لابني هحبه له. بنتي نفس الموضوع، انا باخدها برضو نفس القصه، سواء انا او الاب. لازم المواضيع دي تكون مهمه جدا، لان الاهل عليهم عامل كبير جدا. نسبه الطلقات العاليه جدا بسبب الاهل. بتلاقي الاشخاص نفسهم دور الزوج بقى يا دكتور منى، يعني دور الزوج بقى في الوضع ده هو المفروض يعمل ايه؟ ما هي للاسف دور الزوج يعني هو بيبقى يعني في ازواج حيزين جدا بيعرفوا يتصرفوا في الموضوع ده، وفي للاسف ازواج يعني بيسيبوا الموضوع لاهاليهم مثلا. يعني انا مثلا لما بيجي لي مشاكل، ايه المشكله القائمه بينهم مثلا؟ الام او الاب عند الزوج. يعني مثلا الام والاب مثلا مش موافقين مثلا بالزواج ده. طب انت اللي اقبلت على الزواج وانت موافق بالانسانه دي، كمل بقى حياتك. لا، بيقف عند مين؟ عند بابا قال لي لا، او ماما مش موافقه، بس هو بيكمل. بس مع اول مشكله بتحصل بعد الجواز يفتكر مين؟ كلمه ماما او كلمه بابا. وعلى هذا الاساس تبدا المشاكل ايه؟ شغاله. طب هو بقى ازاي يقدر يا دكتور يتغلب على المشاكل دي؟ الزوج برضو بصدر الرحم زي ما قلنا المره فاتت عن الزوجه. احنا بصدر الرحم، يعني انت على الاقل الفتره الاولانيه من الزواج ممكن عمال ما يتفاهموا. لا، يعني اتعامل معانا ان هي لسه في بيت باباها. لسه يعني هي لسه ايه؟ برضو الطباع مختلفه لسه في البدايه. ما يبقاش الامر قاطع. ما تخرجيش مثلا، او ما تروحيش عند مامتك وباباكي مثلا، او ما تروحيش لوحدك، او يعني سيب الدنيا كانها لسه بيت باباها لسه. تمام. فتره على الاقل فتره من الزمن هي هتلاقيها لوحدها، يعني بدات تقعد لوحدها. ليه؟ لان هي بقى في بعد كده هيبقى في اطفال، بعد كده هيبقى في مسؤوليات، هتبدا تقعد. لكن انت من الاول منعت، بقى ممنوع مرغوب. اكيد. ما دام منعت مش هتلاقي اي استجابه منها، ولا هتلاقي بقى متابعه، ولا هتلاقي حب، ولا هتلاقي اهتمام، ولا هتلاقي اي حاجه من الحاجات دي كلها. اكيد طبعا. فلازم يكون عندك يعني حكمه في التعامل. وبصراحه بتبقى عند الرجاله، معظم الرجاله عندهم حكمه في المواضيع ديت. لكن في رجاله تانية لا. يعني قاطع. ولذلك يعني المشاكل بتزيد. يعني في دايما ستات بيقولوا ايه؟ انا عايزين نبدل الكراسي. يعني انا في مكان الزوج وهو في مكاني. ولذلك هم تقريبا عملوا فيلم حاجه زي كده، ان الرجاله هي اللي تقعد في البيت والستات هي اللي تشتغل، والراجل لا ما تقولوش ما تخرجش وما تتكلمش ده وما تعملش ده يعني عملوا الموضوع ايه بدور فكاهي كده، ان لو عملنا العكس يعني الموضوع يبقى عامل ازاي. تمام. طبعا الشكل طبعا مش هو احنا مجتمعنا شرقي. يعني ما ينفعش معاه ده. واحنا كشرقيين وكمجتمع شرقي ما ينفعش ان انا مثلا اقول للراجل، الراجل ليه سلطه طبعا، والرجال قوامون على النساء، ده ربنا اللي قال كده. اكيد طبعا. لكن ما ينفعش اقول هو ليه قوامه معينه، ومن القوامه دي يعني ينزل، او انت مالكش مثلا حق ان انت تتكلم في كده، او مالكش حق ان انت تقول عفوا او مالكش حق انك تقول لي روحي او ما تروحيش. لا، هو ليه حق. اكيد طبعا. بس بالتراضي، بالذوق بقى، بالمحايله. ما انت برضو ليكي اسلوب، باسلوب حلو، اسلوب جميل. طب نروح النهارده، طب ايه رايك نعمل كذا. يعني خلي دايما الكوره تبقى في ملعبه هو. يعني مثلا لو انت مثلا عندك مشوار عايز تعمليه، هو تفكيره في حاجه واحده، او ليه راي في حاجه واحده. تمام. خلي الموضوع يعني اديله الموضوع واديله حلين يختار منهم، والحلين هيكونوا مناسبين ليكي. فلو اختار واحد منهم هتبقى انت الكسبانه، وبنفس الوقت يبقى انت عملتي ايه؟ عملتي موضوع ان هو ايه؟ ان هو اللي اختار، مش انت اللي اخترتي. تمام. او مش انت الموضوع عندك انت. لكن طبعا في رجاله كتيره لا، ما ينفعش ان انا ايه؟ ما
تخرجيش او يعمل مثلا معاد يتجهوا بقى للاسلوب العند فده اللي بيزود المشاكل ده عند وده عند بنقعد هنا وبنقعد هنا لا ما انت في فتره لازم على الاقل ما يبقاش في عند على الاقل اهدي شويه هنبدا نتكلم نشوف مين حد مستشار في الكلام ده تمام. انا زوجي بيعمل معايا كده او بيقول لي كذا اعمل ايه او اقول له ايه تمام. لو هو خد المراحل بتاعته او الحاجات اللي هي خاصه بيه او ان انا مهتميه بيه قوي مش هيقدر يقول لي لا لكن هو بيقول لا ليه لان في حاجات هي مقصره فيها اكيد طبعا والموضوع يعني جاي بشكل عندي يا دكتور انا جات لي واحده يعني واحده كانت عبر تليفون مش عايزني اروح لماما وبابا مش عايزني اروح مش عارف يعني قصص كتيره جدا بعدين بقول لها طب يعني طب ليه يعني ايه يعني ايه المشكله اللي عندك انا بصراحه ما اصلا ما بحبش انظف البيت ما هي يعني هو الغلط أدي أول جاي كلمة. هو أدي أول كلمة. جاي بحبش يعني ايه ما بتحبش تنظف البيت انا اصلا يعني دي اللي بتعمل مشاكل دماغي في العلم وبذاكر وبعمل فانا اخر اهتماماتي البيت وان انا اعمل اكل طب يا دكتور بالنسبه للشخص اللي انت متجوزاه ده هياكل ازاي وهي اللي بدات معاك مشكله هي اللي بدات معايا اهو ما انا بقول لك انا مش لاقيه حتى بصراحه يعني افصفص منها اروح من ناحيه الستات طب يا دكتور مش لاقيه تمام هي كده هي اللي غلطانه يا دكتور والغلط جاي برضه مش عايز اقول ان غلطانه عشان الناس ما تزعلش مني الناس تزعل مني لا انا اللي بقول المره دي بقى يعني انا قبل الحلقه عمال اقول لك ايه ما تنسفيش الرجال انا اللي بقول لك ايه الغلطانه دلوقتي يعني. لا الحق حق يعني طب انت يا دكتور حضرتك كده لان والله برضو الوقت بيجري جميل جدا معاكي بسرعه نصيحه كده يا دكتور برضو في الختام حضرتك تقوليها بقى لكل زوج وكل زوجه بحيث ان احنا كده لمينا الموضوع بالنسبه للزوجه والزوج حضرتك تنصحيهم يعني بايه في الختام بالنسبه للرجال يعني استوصوا بالنساء خيرا تمام يعني